وهنا نؤكد أن مصر العوبة والإسلام، مصر الوسطية، مصر التي تطبق الإسلام واقعا على الأرض، تفهم معنى قول الله تعالى: وابن السبيل اللاجئون الذين انقطعت بهم الديار، أروني دولة تستضيفهم كمواطنين أعزاء مثل ما تستضيفهم مصرنا العزيزة. كثير من الدول الصغرى والكبرى عندما يتدفق إليها اللاجئون تعزلهم في مخيمات، أكثرها يكون لا إنسانيا، لا يكاد يجد الواحد منهم قوت يومه ولا شربة ماء نقية ولا صحة ولا تعليم. لكن مصر الأبية الوفية القوية احتضنت كل من لجأ إليها وكل من احتمى بها، أكرمت وفادتهم، لم تعزلهم كما تفعل بعض الدول، وإنما استقبلتهم كأبنائها، بل قاسمتهم وقاسموها لقمة العيش حتى وإن كانت يسيرة، لكنها مصر التي قال الله فيها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهي أمان لأهلها وأمان لمن لجأ إليها وأمان لمن احتمى بها، وهي كما قال عنها سيدنا يوسف عندما كان على بيت مالها: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ستظل مصر إلى يوم القيامة خير المنزلين، ويظل أهلها كما قال رب العزة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.